فكش اليوم بولاية البويرة اليوم على وجه الخصوص عرفنا حوالي 28 بؤرة حريق عبر 10 بلديات، على الرغم من كل الإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها من مختلف المصالح سواء الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، مصالح حماية المدنية، مصالح صحية، مصالح البلديات، المواطنين، المجتمع المدني، الهلال الأحمر الجزائري، كل المتدخلين كما راكم تشاهدوهم، إلى أن الظروف الجوية المتمثلة خاصة في سرعة الرياح صعبت من المهمة بكثير، إضافة إلى يعني الأمر اللي كان صعب المهمة هي كثرة المواقع، 28 موقع لم تكن عملية التنسيق سهلة ولم تكن عملية التدخل سهلة. نحيي المواطنين وندعيهم مجددا إلى التحلي باليقظة. اليوم إلى اللحظة نقول الحمد لله، يعني تجاوزنا، ما نقولش مرحلة الخطر ولكن تجاوزنا الأصعب، أن نسيروا إن شاء الله في الـ في الـ في الأزمة إن شاء الله. أنا في اتصال مع المواطنين، أنا نتنقلوا لمختلف النقاط سواء بمعية سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي أو سادة رؤساء الدوائر، سادة رؤساء البلديات، كلهم مجندين والحمد لله. يعني سيد الولي بخصوص من ربي سبحانه عز وجل.